هجم علينا حوالي 25 30 ما قدرتش اعدهم، بس هم مجموعه وكان فيهم عدد كبير جدا من الاسلحه الخرطوش اللي بداوا يضربوا في الهواء ويضربوا في الخيم ودخلوا حرقوا اول حاجه حرقوها خيمه العياده الميدانيه وبداوا يحرقوا في الخيم ويضربوا علينا. الشباب كلهم جريوا واستخبوا ورا الشرطه، راحوا ضربوا على الشرطه وعلى الشباب نار، عوروا اكثر من 8 من الشباب.